الحمد لله على مركز الثالث اليوم. كانت تجارب اليوم طبعا كانت صعبة معنا اليوم، لكن الحمد لله حاولنا نقدر استطاعنا نكون في المراكز الأولى. طبعا بعد مجهود كبير من أحب أشكر فريقي طبعا، وأحب أشكر معالي وزير الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وأحب أشكر طبعا عميد علي سلمان المهندي قائد المواكب. وإن شاء الله بكرة راح ننطلق من المركز الثالث، وإن شاء الله نحاول نحقق المركز الأول. I'm happy to qualify on the front row. It's important to be on the front row, and to be second is nice. Michelle was too fast tonight, but anyway, our job is not to beat him this weekend. Our job is to win the championship, and to do that we need to be on the podium. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كانت تجارب ممتازة، حاولت أني أعدل الدراجة لين آخر تجارب، لكن ما قدرت أعدلها من قدام، عندي مشكلة أنها تزحف الدراجة، لكن الحمد لله أني توفقت وخدت المركز الأول في التجارب الرسمية. إن شاء الله بكرة بنطلق من المركز الأول، هذه آخر جولة، إن شاء الله نتوفق في السباقين، إن شاء الله نأخذ الأول في السباق الأول والسباق الثاني، وكل التوفيق للمتسابقين الموجودين. Thank you.
الحمد لله كان السباق ممتاز بالنسبة لي. كانت عندي مشاكل في بداية السباق، دراجة وايد تزحف من قدام، حاولت اني اخفف شوي من سرعتي عشان احافظ على رتم السباق، لكن الحمد لله بعد نص السباق حاولت اني اضغط والحمد لله فزت المركز الاول. الحمد لله على المركز الثالث، وهدي الفوز طبعا حق معالي وزير وزراء الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني والعميد علي سلمان المهندي على الفوز. واحب اشكر شركه الفردان بي ام دبليو على مساعدتي طول هالموسم، والحمد لله على المركز الثاني. اليوم كانت الاجواء شوي تعبانه، عندنا التراك أثر علينا الغبر كثير في تماسك الدراجة. I'm happy with the result in race one. My job this weekend is to win the championship, so I had to ride with some safety in that race. I didn't want to push maximum because I didn't want to make a mistake. It was raining a little bit and track was slippery, so I know we have to be on the podium in both races, so that's what I made sure I did. Thank you.
الفوز فزت اليوم في سباقين. الحمد لله كانت جولة ممتازة بالنسبة لي. أنا الحين المركز الثاني في البطولة بسبب أني تعطلت في الجولة الثانية اللي قبل هذه، كنت مريض وخسرت البطولة بسبب انسحابي من الجولة اللي راحت. I'm really happy to win my fifth championship. It's been a very hard year but amazing season. I never thought 5 years ago I would take the number one plate 5 times, but it's been a really good year and I can't thank QMMF enough and my team. They've done a fantastic job. الحمد لله على المركز الثالث. كانت الطلاقة جيدة لكن تأثير الجو كان مأثر علينا كثير في السباق. أول لفات كنت بطيء جدا على أساس إنه ما كان عندي إحساس جيد عشان أكون ضاغط مع الشباب، لكن الحمد لله استمريت على كنت بطيء بالبداية، لكن بعدين لما الحلبة كانت في الأرضية صارت أحسن حاولت أن أكون من المركز الخامس خلص مركز الثالث. هاي الحمد لله إنجاز وخلصنا البطولة على مركز الثالث، هاي أهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة الفرحة اللي أنا فيها ما توصف، لكن الحمد لله يعني البطولة كانت قوية بشكل ما تتوقع وكل مالها تقوى وتقوى، لكن الحمد لله يا رب قدرنا نسوي اللي كان طلع بيدنا ولله الحمد ومجهودنا ما ضاع، وإن شاء الله بإذن الله نطمح للبطولة الجاية واللي بعدها ومن أفضل لأفضل. وأحب أشكر الاتحاد القطري على رأسهم ناصر العطية على الترتيب وعلى التشجيع والدعم اللي يدعمونا، صراحة شيء ما يوصف، ويكبرون هالرياضة يكبرون حبنا في هالرياضة من أكبر إلى أكبر. And Mr. Mohamed Saeed Al Sulaiti gives the trophy to the winner, Mishal Al Naimi. And Mr. Mohamed Saeed Al Sulaiti presents the trophy to the winner of the championship, Alex Cudlin. في الواقع أنا سعيد جدا في ختام البطولة هذه الموسم 2015. صراحة كانت بطولة قوية جدا ومثيرة، تنافسوا فيها أبطال كثير. نشكر كل الفرق والتيمز اللي شاركوا معنا ونهنيهم بالفوز وبالبطولات اللي حققوها، ونقول هارد لك للمحالف الحظ. وأيضا أحب أشكر كل فريق العمل اللي ساعدنا على التنظيم هذا، واشكر كل المارشال والمتطوعين اللي في الحلبة، وايضا يعني اشكر كل اجهزة الدولة على دعمها لنا، وما انسى ايضا يعني اشكر بين سبورت على دعمها طوال الموسم معنا في الحدث هذا، وايضا ما يخفيني يعني اشكر كل فريق العمل البرودكشن اللي قاموا فيه، يعني من شافي ومارتا وفريق العمل كامل اللي صراحة طوال الموسم أعطونا أفضل خامة من الكواليتي اللي نقدمها للعالم من خلال البين سبورت وأيضا قنوات أخرى. فكل الشكر للجميع، وأتمنى إن شاء الله موسم الجميع يستمتع فيه، ونوعد إن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله بمفاجآت جديدة إن شاء الله نحضرها إلى مجتمعنا، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا.